لا خليه على جفك هيك ما لا 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 طيح لا لا احنا حاليا هسه على الاراضي العراقيه باتجاه سوريا لازمين الساتر الحدودي لمنع تسلل داعش الى العراق. الجيش العراقي ان شاء الله متواجدين على الشريط الحدودي العراقي السوري، وان شاء الله بدأت العمليات على ضد الارهاب بسوريا بالمنطقه الباغوز، واحنا ان شاء الله احنا مسيطرين وان شاء الله بالمرصاد. ما في شيء ما تدري 3000 رمان 3000 و5000 الجيش 2000